الله وبركاته. يا سلام سالم حبيبي. انا ما حبيبش، انا حبيب شمس بس. سلام لا تتحرش فيه، انا اخاف. لا تخاف، ما عاش ما عاش ولا استوى اللي تحرش فيك. اقول سالم شلون سلمى؟ مالها سلمى؟ سلمى يقولون صورتها طالعة بالجريدة. ايه طبعا، احسن منش واشطر منش، ما مثلش انت اذا ما حصلتي على وظيفة تدورين في الحارة. وش فيها الحارة يا سالم؟ ما تقوليش فيها الحارة. انا سعيد بن جوهر، سواق التاكسي السابق، الحين مدير عام. يعجبني هالمسمى، بس أخافه يتعبني. خلاص يا رب، كلها مسألة أسبوع وإن شاء الله بنتصل فيكم ونتمنى أنكم تتعينوا معانا في المجلة. طيب، أشكر الفضل. أشكر طالع معي. يلا. السلام عليكم، شلونك طال عمرك؟ شو اخبارك؟ انا سلامه وبغيت اتعين عندكم بالمجله. ما شاء الله سلامه. اهلا وسهلا. تريد تتعيني معانا؟ اي نعم. زين، يعني ايش خبراتك؟ طال عمرك انت وعينتوا رفيجتي سلمى. ليش تعينوها ومو انا تعينوني؟ انا بالضبط، انا لازم تعينوني. سلامه.
سلمى هذه إنسانة محبوبة، إنسانة مثقفة وفاهمة، وأهل حارتها كلهم يحبوها ويريدوها تمسك وظيفة مثل هذه، على أساس إنها تقدر تساعدهم وتوقف معاهم. عموماً، أنت إيش الشهادات اللي عندك؟ حتى ممكن نشوف لك وظيفة عندنا. عموماً، الله يخليك، ممكن تطلعي وتروحي معنا، لأن إحنا بصراحة ما عندنا وظائف حالك. يعني سلمى بتخلوها تشتغل وانا ما تخلوني اشتغل؟ يعني ايه خلت الصف فيها مشاكل وكل شيء؟ انا ما في مشاكل وعور قلبي، انا ابي صفحة تقديم الوجبات السريعة والوجبات الحلوة والمغذية حق الولي. وبعدين يعني ما يصير كذي، ما يصير يعني، حرام عليك تقولي طلعي برا، انا بطلع برا، انا كئيبة وايد كئيبة، أنا بروح أسألك وأقول لك أنا كئيبة. ألو، نعم، معاك الأستاذ سعيد. أهلاً 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 يا أبو سلطان. لا 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 لا، ما نسيناك، موعدك بارك الله فيك عشان تشوف الأستاذة ورا باكر الساعة 9 صباحاً، بانتظارك إن شاء الله، مع السلامة. اقول لك مشغولين زحمه. الو، يا هلا يا اختي العزيزه، اهلا وسهلا. نعم، مدير مكتب الاستاذه الاخ سعيد، اخوها شقيقها. اي نعم. لا 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 لا، انت خلاص، انت عندك الموعد اليوم الساعه 11 ان شاء الله بتشوفينها، يعني بعد ساعتين من هذا الوقت بإذن الله تعالى. شكرا لك، مع السلامة. أقول لك، أنا شايف إنك تبيع صخام. شكرا يا سلمى. حاضرين ومشكور عزيزي، وإن شاء الله موضوعك بينزل ما في هذا العدد العدد القادم، وحياك الله. عمي فيك مشروب شاي؟ أنت تشوفني أنا مشغول يا حبار، وين أقدر أشرب شاي؟ ما مشكلة عمي، انت وجالس مد ايدك واشرب شاي، وانت تتكلم بالتليفون مد ايدك واشرب شاي. سمعتي يا حبار، يا تكتك يا تكتوك، شوف الناس عندهم مواعيد، مو فاضي حق يشرب الشاي. يا ولد الشاي مالك وروح. الحمد لله رب العالمين، الله يخلي شمس ويطول لي بعمرها. غدوة عد ما غدوة، يا الله يا الله يا الله يا الله، هذه عاد بالها رقدة، نحم رقدة، يا الله يا الله يا الله يا الله. الله بالخير سالم. سالم حبيبي كيف حالك؟ خير؟ حالي ميت مني. سالم أمك مشغولة، وايد مشغولة، وفي المجلة صايرة وايد مهمة.
لا تخنعني خالي، أنا مقتنع أن أمي مهمة حتى وهي جالسة بالبيت، كيف إذا حطوا اسمها بالمجلة؟ تبغى تاكل؟ أنا شعبان، قصدي رمضان، رمضان. شبعان شبعان شبعان. كيفك؟ الله يخلي الشمس ويطول لي بعمرها، ما قصرت. تجني ولا شبح؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك انت حاسبك لما تشوفني؟ يني انا قدامك ولا عفريت؟ انت ايه؟ يا ريت انت جني، انت جونو جونو، شليت الناس مثل ما شليتيني الحين. سعيد اول اسالني ايش بغيتي ما بغيتي، ولا ما يهمك سلامه؟ مو باغيه، قولي. انا اقول لك ابي اشوف سلمى. حاضر على بوزي تشوفين سلمى. سلمى اختي مو فاضي حقك، حق الناس الطيبين الحلوين المؤدبين اللي انتو ما نحبكم. والله صدق؟ ايه صدق قاعد تحكي سعيد. ايه سعيد. اه اه هيا نوريك انتو سلمى. حسبي الله عليك، ما تعجبيني يا يونية العيش. هلا هلا بشمس الضحى كلها، هلا بالاضواء، هلا بالانوار، مساء الانوار يا شمس. شمس الضحى تبي تعرف شنو سبب زعل قمر الليل؟ امي توظفت بالمجنة وتركت الحارة والناس والعالم كلها لامه قدام بيتنا ويسالوا عنها. مو مشكلة، وبعدين هذا الرزق وهي راح تشتغل وتحصل راتب. بالعكس. انزين هذه سكتت عنه، البيت البيت صار مهنو. هذه بعد ما مشكلة، ليش انت ما تناقشها بالموضوع؟ تقولها انا ولدي شو من حقي اناقش موضوع عملك معاكي؟ ايش اقولها يا شمس، ايش اقولها؟ السلام عليكم. يا وليد ان شاء الله طيب. انت زوين؟ اقول السلام عليكم يا وليدي. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. ما بقيت اشوف الاخت سلمى ان شاء الله. عندك موعد؟ لا ما عندي موعد، بس عندي مشكله. ما علي يا اختي العزيزه، حتى لو عندك مشكله لازم تاخذين موعد. اي بس طال عمرك، يعني من وين اجيب الموعد؟ تكفى واللي يعافيك واللي يسلمك واللي يسلمك ويخلي عيالك. زين وشو هذا اللي تحطينه قدامي؟ تفضلي خذي بيزاتك. لا لا هذه هدية مني لك، مني لك عشان تعبي بترول سيارتك. لا الحمد لله سيارتي فيها بترول والحمد لله والشكر. يودي 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 بيزاتك. يعني ما تبي ندش حق سلمى؟ بتشوفينها سلمى، بس بعد هذا ما اعطيك الموعد، يعني بعد ثلاث اشخاص. ثلاث اشخاص؟ شو اسوي؟ انطر ثلاث اشخاص وامري لله. سالم الله يسلمك، احنا لو قدمنا فنه حول سلمى نفزع الحبسونا. عم محلوف نحن جالسين نسوي مظاهرات سلميه. انتين سالم، واذا انا دخلت الحبس من مسؤول انت؟ انا عندي بيت وعندي بنتي الشمس الله يهديك. عم محلوف انت كل مفعل خلي عنك هاي الحركات وعديها وفريوني من الحق عليك ده. لا كنت مخطط بقى تحبسني وتشوني على القهوة وشمس مرة واحدة. يا ريت عمي معلوف. يا نعم سالم. هذا مكتب الأستاذ محمود. لا هذا مكتبنا استاذة سلمى. شو؟ ما
ضيف مكتب الأستاذ محمود. مكتب الأستاذ محمود؟ تروح يقول عليه شكل رقم 13 باب رقم 13 على يد الجلسة. أهلا بالكاتب المبدع، أهلا بصاحب القلم الجميل، شرفتينا شرفتينا يا طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود، ما قصرت، اطلعت على مقالاتي، وهذا ما يدل إلا منك أنك إنسان راقي جدا. لا بالعكس يا أختي، هذا واجب، هذا عملنا، إحنا لازم نوقف معاكم، نساعدكم، لازم ندعم الأقلام الشابة. إذا إحنا ما وقفنا معاكم، نوقف مع من؟ وبعدين يكون علمك، هذا من أهداف مجلتنا. أنا ممكن لأخذ مقالاتك وانشرها وتستفيدي من وراها كثير، ولكن بشرط ان المقالات تنزل باسمي. مشكور على كلامك الطيب، فهذا ما يدل الا على انك انسان راقي فعلا نفس ما قلت. واقول لك شيء صراحه، انت انسان استغلالي، وحرام هذا المكان يظل مثل امثالك. يا راقي، يا راقي جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك جمعيتي؟ يا هلا، مرحبا، تفضلي. يا هلا وسهلا فيك. مشكوره مشكوره، ما قصرتي. الاسم الكريم؟ اسمي ثاقبه بنت وتهبه. اهلا وسهلا بثاقبه. انت عارفه ان المجله طبعا فاتحه صفحاتها لحل مشاكل المرأة، لأن بصراحة الرجل ماخذ مساحة كبيرة في كل شيء في الحياة، وإحنا طبعا نحل مشاكل المرأة. تفضلي عزيزتي، إيش مشكلتك؟ هي وحدة وحدة مأذيتني. ها؟ وحدة مأذيتني. يعني كيف؟ أنا أقول لك كيف. رافع ضغطي وموقف رزقي وماكل عيالي، وهذه هي مشكلتي. وهبيش تحطي لي حلها في المجلة. طيب يعني كيف هي رافعة ضغطش وماكلة حلالش؟ بصراحة أنا ما فهمت، ممكن تفهميني أكثر؟ أنا أقولش ثقيلة 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 مثل طبقة الدهن على قلبي. سلامة قلبش عزيزتي. طبعا هذه اكيد اكيد، انا متاكده ان هذه مكروهه في الحاره. اللي مكروهه في الحاره انا، الكل يحبك بس ترى يكرهوني. سلامه؟ اي نعم سلامه يا سلمى، اللي انت وقفت لها عظم بالبلعوم. وسعي الصدر لو سمحتي وخليش هذا شويه. ما اقدر، انت خليت قرحه في قلبي مطر. سعيد، يا سعيد تعال بسرعة. أختي العم، تعال لو سمحت. أنت سلامة يا النسر أنت. أصبري أصبري شوي حضراويتها. اعتبر تعال. هذه اللي بتيمنني ودششني الأعصاب. هذه أنت شكلي خلتيني. أخ لو تطيح بيدي أختك يا سعيد كان برا كبدي فيها. أخ أريد هذه النسرة تطلع من المكتب. عمي معلوف، الوالدة باين نسير لها المكتب، نسوي معها اجتماع، اجتماع نجتمع بأهل الحارة كلهم ونروح لها المكتب. جنب وين تدخل المكتب؟ ولكن أخاف يفسروها كالظاهرات، وبعض الناس يقولوا عنهم ظهرات، ما يسميوها ظهرات، يسميوها بعيون حربة. وين الحرب؟ أي حرب عمي معيوف؟ هذه ما بتسمى حرب، هذه بتسمى حرب نفسية، حرب باراشوتية، حرب طائرات مائية. فهمت عمي معيوف؟ هذه هي. روحي ما فهمت من كلامك شيء يا سالم، فزعون راح يقلبك تاني يرتقف. حمو يرتقف عمي معيوف، خليك مرة كذاك كمان صاروخ، ولا يهمك بنتك شمس. أنا خلنا نسير حال الوالدة ونروح إلى المكتب،
ومثل ما قلت لك هذه حرب نفسية. طيب ولد ما وافقت الوالدة؟ ما وافقت الوالدة؟ أهل الحارة كلهم معانا. أفرح عليك عمي معيوف. وها قومي قومي هذا المكتب مو مال قلعة هذا يا رسمية البطاقة انت. الو هلا بالخير. مرحبا شمس. خير ايش صاير؟ خالتي بقول لك شيء بس ها لا تقولي حال حد اني انا بقولك. عزيزه وغاليه يا شمس. شو السالفه؟ ترى الجماعه اللي تسوي مظاهرات علشان تلحق الحاره وترك المجال. انا حاسه انك تعبت عنها. كلهم مرتاحين بس ها خالتي سالفه مثل ما قلت لك لا تقولي حال حد اني انا اللي خفت. يا شمس أنا فاهمة إيش جالسة تسوي وأنا عارفة أنت ليش متصلة فيني. أنا حبيت أوصل لك الخبر عاد أنت على كيفك معاهم. على فكرة ترى الجماعة بكرة طالعين الصبح من الحارة وجايين على طول الجريمة. الله يجازيك ألف خير يا شمس. مع السلامة. يا شمس كيف تم الموضوع؟ استقالتك هذه مرفوضة يا أستاذ سلمي. أستاذ محمود سبب استقالتي هو أهل حارتي. الرابط اللي يربطني بين أهل حارتي رابطة قوية وكأنه أسرة واحدة. وبصراحة المجلة هذه خذت كل وقتي وبصراحة أقول لك إياها ان هم خلاص عاملين مجموعه ويريدوا يسووا مظاهرات وقريب ساعه بيكونوا موجودين قريب من باب المكتب. فالله يخليك انك توافق على استقالتي. لا 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 اذا كان الامر كذي فانا برفع الاستقاله وان شاء الله موافقين عليها. وفي نفس الوقت انا ما اريد اكون حاجز بينك وبين اهل حارتك ولا اريدهم يتسببوا في اي مشاكل بسببك. فانا بعتمد الاستقاله وان شاء الله يكون بيننا تعاون. Yeah.